بدأت رحلة تعميق المنتج المحلي بدل الاستيراد. كان في مشروع قومي أطلقته الحكومة العام الماضي لتحقيق هذا الهدف، ولكن بدأت كمان آليات التنفيذ ترى النور وفق خطط ثابتة. هنتعرف من خلال حوارنا النهاردة من القاهرة على أهمية الصناعات المغذية في قاطرة الصناعة، وإزاي ممكن نحقق في وقت قصير ما نصبوا إليه من الاستغناء عن استيراد كل المكون المستورده من الخارج في الصناعات المختلفة. أنا معايا النهاردة مشرفني الأستاذ عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. احنا دردشنا كتير قوي الحقيقة، وقت الموجز. هبتدي من شرح مبسط ازاي بيتم احتساب المنتج او النسبه الخاصه بالمنتج المحلي في اي صناعه. الحقيقه فعلا زي ما حضرتك قلتي، هو الصناعات المغذيه هي جوهر اي صناعه، ويجب الاهتمام بها في شتى المجالات. موضوع نسبه المنتج المحلي هو اسطلح، وهو موجود في معظم الاتفاقات الدوليه، موجود برضه في القرار رقم 15 رقم 5 سنه 2015، قرار جمهوري طلع بتحديد نسبة التصنيع المحلي يكون 40% عشان يعتمد الجزء انه منتج محلي. يعني اذا كان نسبة التصنيع الصناعات المغذية في اي جزء 40% يعتبر هذا المنتج منتج محلي. وبالتالي في الاتفاقات الدولية لما يكون بين دولتين يعتبر في اي دولة ان اذا انتجت 40% من المنتج من قيمة المنتج تعتبر دي انتاج محلي. استيراد المواد المغذية في أي صناعة عبر تاريخ مصر اللي فات إلى أي مدى أدى إلى ضعف الصناعة والاعتماد بشكل أساسي ورئيسي في كل المكونات الصناعية على الاستيراد؟ تمام، هو قصدي حضرتك إن لما صدروا الخامات، هو طبعا تصدير الخامات دي يعني شيء سيء للغاية، إن احنا نصدر الخامات وتصل لنا بره بعدين نستوردها تاني. ده طبعا موجود في أشياء كثيرة يحدث فعلا، هنصدر الخامات وبترجع لنا تاني منتج تام. نرجع تاني انه يجب التركيز على فعلا الصناعات المغذيه. وبدا حقيقه من في سبتمبر الماضي وزاره الصناعه عملت برنامج اسمه برنامج تعميق التصنيع المحلي. تمام. اشركت فيه جهاز المشروعات، اشركت فيه البنوك، اشركت فيه هيئه تحديث الصناعه. جهاز تحديث الصناعه. للاسف انه لم هذا المشروع مقرب على سنه تقريبا لم يؤتي ثمار، مع مشروع كويس جدا كان بيربط بين المنتج والصناعات المغذيه او المنتجات الكامله والصناعات المغذيه، وله بعض نجاحات وقصص نجاح ربطت بين واحد بينتج وبعدين يشوف ايه الصناعات المغذيه ويعرضها على المصانع الصغيره او الصناعات المتوسطه وتنتج له هذا بسعر بيبدا حتى ان شاء الله بثمن سعر المستورد. بعد كده بيبدا يحصل سيفنج، بيحصل توفير. لما الحجم بتاع الانتاج يزيد على طول السعر بيقل. وده التحدي اللي يعني بقى المعروض اكتر. التحدي اللي احنا بنواجهه في الصناعات المغذيه انه احنا مثلا لو جينا نقارن بالصين، احنا بننتج مثلا 100,000 من الجزء ده، الصين بتنتج منه ملايين. اللي بينتج ملايين ده سعره بينخفض جدا. ولذلك يجب ان يكون يعني لما يجي منتج من المنتجات يعتمد على صناعه مغذيه لابد ان يبقى عنده شيء من الايه من الصبر لغايه ما توصل الى هذه. انا ما بقولش خد اكتر مثلا بضعف او كذا، لا، يعني لو وصل السعر مثلا الى 10، طبعا الجوده ما فيهاش كلام، دي ما حدش بيتكلم فيها، الجوده لازم دي الاساس في اي حاجه. وزي ما انا بكرر دايما الصناعه ثلاث حاجات، هي سعر، هي جوده وسعر وانجاز او الكميه او ان يبقى البضاعه متوفره. الاول والاخير ده ما فيهمش تفاهم. يعني انا افرض ان في مصنع معتمد عليا، المصنع ده بينتج في اليوم مثلا 1,000 قطعه، فلما انا الجوده ما فيهاش كلام، لازم يديني الجوده ويديني المنتج اللي انا عايزه. يعني هو انا عايز 1000 قطعه في اليوم، لازم يديله 1000 قطعه في اليوم. مش يقول لا انا امكانياتي 700 قطعه بس، ده هيبوظ الباقي، يعني هيوقف الانتاج على الباقي. ما ينفعش. نيجي بقى لنقطه السعر دي البند الثاني في السعر ده بقى لما يبدا معاه، ممكن يبدا معاه مثلا يعني بزياده 10% مثلا. ال 10% دي تقابل حاجات كتير قوي. يعني هو لما بيستورد من بره اي منتج في الصناعات المغذيه بيضطر يستورد بكميات كبيره بتتخزن عنده، وهذا التخزين له سعر.
زائد ان اذا حصل عنده شورت او يعني نقص في اي حاجه بتبقى مشكله، يجيب الحجه باب الطياره بينما المصنع الثاني جنبه ممكن يمده فورا بالنواقص اللي عنده. في صناعه المغذيه بصوره عامه انا يشرفني ان انا امثل صناعه مغذيه للسيارات، فبتحصل عندنا مثل هذا الاشياء. وفعلا الناس بتوع السيارات ساعات بياخدوا سعر بقى اعلى من السعر المستورد لكن مقابل هذه العوامل. واللي بيحصل بعد كده ان بيحصل كوست سيفنج، يعني تخفيض في الاسعار بحيث ان بعد كده يتماشى مع المنتج المستورد. طيب كنا بنتكلم على اليات تنفيذ البرنامج القومي اللي بدا فعلا يرى النور من خلال تكاتف جهات ووزارات مختلفة لمتابعة تفاصيل هذا البرنامج. تمام. هو الحقيقة القيادة السياسية والحكومات المتتالية من أول ما بدأت تهتم بالصناعة بطرق مختلفة. أولا كان أول شيء هو البنية الأساسية. في ناس يقول لك الله البنية الأساسية دي ملهاش دعوة، يعني الكهرباء، والبالعكس الكهرباء دي مهمة جدا عشان المصانع. عشان المصانع طبعا. الناس تقول بقى عشان في البيوت كانت بتتقطع. لا، أنا كنت في الهند من في نص التسعينات في منتصف، كانت المصانع بتقف والتوريد بتاعها بيقف نتيجة بسبب الكهرباء. ضعف الكهرباء، واخد بالك؟ خدي بقى الكهرباء اللي بعد كده الطرق دي تؤثر معانا جدا. وأي دولة بتتقدم بتهتم بالطرق، كل الدول اللي تقدمت جت بعد الحرب العالمية الثانية كلها بدأت بالطرق. الطرق دي مؤثرة. الوقود، يعني برضه كنا احنا في أزمة الوقود اللي كانت حاصلة في 2000 من بعد 2011، كنا ساعات اللواري مثلا بتاعه نقل الحاجات دي مش لاقيه بنزين، مش لاقيه سولار، بتقف، مش لاقيه، بتقف طوابير، كل تضييع وقت على الصناعه. كل البنيه الاساسيه دي كانت بدات. ثم بدا القرار الاشمل وهو تكوين لجنه وزاريه على مستوى عالي فيها 4 وزارات وثلاث هيئات بقياده وزاره الانتاج الحربي سياده اللي هو الدكتور العصار، وبعدين معهم وزاره الانتاج الحربي والاستثمار والصناعه وشؤون بتاع قطاع الاعمال. تمام. زائد 3 هيئات مع اتحاد الصناعات، جهاز مشروعات الصغيره والمتوسطه، والهيئه العربيه للتصنيع. يعني فعلا هم دول اللي بيهتموا بالصناعه. اللجنه دي هتشتغل ازاي؟ هيكون اللجنه الوزاريه دي صار بقى لها حوالي 10 ايام بالظبط، هي 15 من 15 لسه جديد. لسه جديد. فعملت لجنه تنفيذيه لسه ما بانش بقى الامور لسه مش متضحه. انما لما يكون في اهتمام بهذا على هذا المستوى يبقى ده نطمئن. لان لو تشوفي حضرتك شوفي الموقف اللي الجهات وزاره الانتاج الحربي كلها صناعه. ايوه عندهم صحيح. 18 مصنع كلهم صناعه. وزاره الاستثمار هي اللي بتمهد لهذا الكلام، وهي اللي بتبقى مع كل بتوع الصناعه. وزارة الاستثمار هي اللي بتسندنا كثيرا، والمناطق الصناعية والمصانع والاستثمار. جهاز المشروعات ده هو اللي بي 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 بيؤازر الصناعات الصغيرة والصناعات المغذية والمتوسطة. جهاز شؤون قطاع الأعمال ده مليان، عنده كمية مصانع. فشوفي حضرتك يعني وزارات التركيبة كلها مواتية، تركيبة مواتية. ومعند بعد كده الجهات اللي مع اتحاد الصناعات اللي هو احنا ده طبعا ده اساس الصناعه. وبعدين جهاز المشروعات ده مهم جدا. ده كان كلامي مع حضرتك قبل ما نبتدي حوارنا، واهميه الربط بين تطوير ودعم المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي برضو يعني ماشيه في طريقها في هذه الفتره، وربطها ما بين تغذيه الصناعات. حضرتك الصناعات المغذيه والصناعات دي اساس تقدم معظم الدول. اليابان، المانيا، كله بدا كده، واخد بالك حضرتك؟ وهو ده الاساس. لما بتقوى هذه الصناعه بيبقى، وبعدين بيبدا الصناعات دي بتكبر بعد كده. يعني هي اساس طبعا هي الصناعات المغذيه، هي جوهر اي صناعه. الصناعات المغذيه تنميه هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه هي دي الاساس زي ما بقول لحضرتك. وبعدين لو احنا ضمننا هذه الصناعه تغطي ولو حتى تبدا ب 40% دي بتبقى اساس اي تقدم صناعي. لكن هل في او هيكون في خريطه للربط ما بين الصناعات الصغيره والمتوسطه وما بين ما تحتاجه قاطره الصناعه في مصر وتطويرها؟ هو ده بقى اللجنه التنفيذيه يجب عليها ان تركز في ذلك، لان اللجنه دي لسه معموله
عليها أن تربط فعلا بين المنتج الكبير والصناعات المغذية، وتذلل لهم العوائق اللي بين الاثنين أيا كانت هذه العوائق. فعليها هذه اللجنة، يعني مثلا في برنامج تعميق الصناعة كان جميل في أنه مركز تحديث الصناعة كان بيبدأ يربط بين الاثنين، وإذا محتاج دعم فني كان بيجيب له الدعم الفني للصغير يعني. إذا محتاج دعم كان البنوك مشتركة عشان توجد له دعم مالي. ويعرف كمان ان المنتج ده هيروح فين، يعني هيتوزع، يعني يبقى فيه ماركتنج، يبقى فيه ما هو بالظبط هو هيعرف يبيع منتج بين، كمان بيربط بين المنتج بتاع المنتج الكبير وبتاع الصناعات المغذيه، بيربط بينهما ويسلل العوائق اللي بينهم. طيب انا معايا هاتفيا دكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفه مواد البناء. مساء الخير يا دكتور. فندم عليك وعلى مشاهدينك وعلى ضيفك الكريم، اهلا بك يا فندم. طيب شعبه البناء وازاي ممكن تستفيد من البرنامج القومي لتعميق المنتج المحلي؟ مواد البناء زي ما حضرتك عارفه هي صناعه كبيره وعريقه، ومصر لديها مقومات كبيره قوي فيها. البرنامج القومي لتعميق المنتج المحلي هيستفيد منه قطاع مواد البناء استفادة كبيرة لو قدرنا نكمل الدورة ما بين الصناعات المغذية والشركات الكبرى اللي شغالة في المجال. فعندك على سبيل المثال المواد المساعدة والآلات والأجهزة اللي بتساعدنا في استخراج المواد الأساسية من المحاجر أو في تصنيعها في المصانع، فيها يعني حاجات كتير قوي كنا بنجيبها من بره. آن الأوان إن احنا نبتدي نصنعها هنا، موجودة نصنعها هنا في مصر، خاصة إن عندنا مثلا في قطاع الصناعات الهندسية نقدر نصنع حاجات كتير قوي الحقيقة كنا بنجيبها من بره. البرنامج القومي الحقيقة دلوقتي يعني أنا شايف اهتمام كبير من مجلس الوزراء ووزير الصناعة إن إحنا نبتدي بقى نشتغل على الصناعات الصغيرة المتوسطة في هذا المجال، خاصة إن إحنا عندنا جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة عنده يعني عنده دلوقتي إمكانيات إن هو يدعم المصنعين والشباب الصغيرين والشركات الصغيرة إن هي تصنع المستلزمات الأساسية اللي هي بتيجي من بره بدون أي داعي. يعني مش معقول أن مثلا نستورد حجارة بتاعة تقطيع الرخام أو ورق صنفرة أو 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 أو. فكل الأمثلة دي آن الأوان أن مصر تنتجها. زي ما حضرتك عارفة هي الصناعة منظومة متكاملة ما بين الصناعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر والصناعات الكبرى. بدونهم مش هتبقى الصناعة مكتملة والقيمة المضافة مش هتبقى عالية على المنتج، خاصة في ظل التنافسية العالمية الرهيبة اللي بتقوم بها الدول، لأن الصناعة النهاردة بقت الدول بتنافس دول، مش بس صناعات بتنافس صناعات. فطبعا هذا التوجه يعني وإن جاء متأخرا بعض الشيء، لكن نبتدي وإحنا طبعا يعني بندعم هذا الاتجاه بقوة. وعمنا نبيع عندك يعني خبير من الخبراء المهمين في هذا القطاع، وإن شاء الله يعني مصر يعني تلاقي عندها صناعات تليق باسمها، لأن مصر دولة كبيرة ومن أكبر الدول المصنعة في العالم. فالنهاردة حجم صادراتنا وحجم صناعاتنا الحقيقة لا يليق باسم مصر، ويجب أن هو يتم مضاعفته 3-4-5 مرات بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء. السوق المصري اللي اعتمد لسنوات طويله انه يستورد المكون غير المحلي او يستورد الصناعات كلها من الخارج، الى اي مدى هو مؤهل انه يدخل المنتج المحلي ويبتدي يعتمد فعلا على السوق المحلي في تغذيه صناعاته؟ ده سؤال جميل قوي الحقيقه. الحقيقه هو في الاول احنا واجهنا منافسه شديده جدا في الصناعات المغذيه وصناعات العادية يعني صناعة السيارات مثلا، لكن بعد شوية أثبتنا إن إحنا بجودة المنتج وسعره المعقول أثبتنا إن فبقت في ناس تطلب بعض منتجات مصرية بالتحديد يعني. أنا بس الدكتور جمال قال حتة جميلة أوي اللي هو زيادة القيمة المضافة دي، حتة نقطة جميلة أوي إن إحنا نحاول دائما أن نزيد القيمة المضافة في أي منتج سواء الصناعات المغذية أو المنتج النهائي.
فاحنا بقى بالنسبه لموضوع اللي احنا دلوقتي شويه بشويه بص لقيت حلو بيحل المنتج المصري مكان، بس المهم يبقى فيه ثقافه الثقه في المنتج المصري. وانا اقول لحضرتك فعلا بعض قطع الغيار احنا بنديها مصري، للاسف ان بعض التجار بتقطع الكيس بتاعنا ويحطوها في حاجات انها مستورده، شايفين ان هي كده هتجذب بعض انها مستورده، لان انما بعض الناس الحقيقه بتطلب شيء معين مصري، يقول لك لا انا عايز المنتج بتاع شركه كذا، واخد بال حضرتك، عشان ثقته. ودي خدنا فيها سنين عشان نوصل لهذه الثقه، لهذه الثقه ان احنا نوصل بالجوده اهم حاجه، بالثلاث نقط اللي انا قلت عليه. طيب التكلفة الإنتاجية ممكن يكون مش في صناعة السيارات لكن في صناعات أخرى زي صناعة المنسوجات، صناعة الملابس على سبيل المثال، بنلاقي إنه الصناعة المحلية سعرها بيبقى أعلى من الصناعة المستوردة من الخارج أو بعض يعني المنسوجات المستوردة من الخارج. عدة أسباب. أولا لو اتكلمنا عن الجودة، إذا تساوت الجودة فسعر المنتج المصري بيبقى منافس الى حد كبير اذا تساوت الجوده. بس للاسف ان حاجات بتبقى حاجات ساعتها المنتج جميل قوي من بره انما جودته سيئه او متوسطه او متواضعه، المنتج يعني. ضعيفه فعلا. فدي نقطه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو لازم ان نقارن، يعني ليه بيبقى السعر كتير، هي نقطه ان احنا بننتج بالالاف ومره بينتج بالملايين. فالقطعه يعني بتنتج ساعات بعد القطعه بتنتج بالملايين، انما احنا ممكن ان نتغلب عليها، احنا برضو عندنا يعني عوامل بتساعد اللي هو العماله والكهرباء، رغم ان الكهرباء غاليه انما الوقود برضه سعر الطاقه يعني معقول بالنسبه لبره. فاحنا ولابد هناك يكون ثقافه ان انا اقف مع المنتج المصري، يعني لو تساوى الاثنين اشتري المصري. لان الجوده انا لا يعني لا كلام في الجوده، انما السعر لما يكون السعر نفس السعر اشتري المصري. ليه لا ما اشتريش المصري؟ انما انا بقول لحضرتك ان في منتجات مصريه ذات جوده عاليه وسعر معقول، مش هقول سعر رخيص، سعر معقول وبتنافس، والموضوع ده بيزيد شويه بشويه. طيب قد يعتقد البعض انه في هيكون في تاثير لما احنا نعمق فكره الانتاج المحلي او المنتج المحلي وما بين الدعوه الى الاستثمار الخارجي في قطاع الصناعه في مصر، الربط بينه ده بالتاكيد. بالتأكيد لو احنا هذا البرنامج قدر ينسق بين الأطراف اللي موجودة، هذا حيون يعني زي ما جمال بيه كان بيقول، في ناس بيكتشفوا ان الحاجات دي ممكن تصنع في مصر وبسهولة. طب ما نتجه، هو ده بقى الربط اللي اللجنة المفروض تعمله، هي يعني اللجنة تكون لجنة تنسيقية لتوضيح هذه النقط. بل بالعكس انا اقول لشخص معين مصنع معين بينتج حاجة معينة، طب تعرف تنتج دي؟ لا انا محتاج ايه؟ محتاج تكنيكال يعني مساعدة فنية، أجيب مركز عليه الصناعة وعنده بادجت، عنده ميزانية لهذا. تعال يا عم هات مثلا واحد مثلا خبير يديني النوهاو أو شركة أو كذا، وبعدين أنت مشاكلك مالية أجيب البنوك تساعد. يعني يبقى في برنامج متكامل، مش الصنع يسيبه الصنع لوحده كده أو المصنع، لا لازم أسنده من كل اتجاه. وبعدين أي واحد بحريص على أن منتجه ينتج ويبقى يعني له عميل وعليه يعني طريقه تسويق يعني. في تشريعات احنا محتاجينها عشان يبقى في افضليه للمنتج المصري عشان يقدر يحقق تنافسيه امام المنتجات المستورده من الخارج؟ والله ده سؤال جميل، والسؤال ده هذه التشريعات موجوده ولكن يوجد الالتفاف في اكثر من قرار جمهوري رقم 5/2000، قرار جمهوري يعني حتى ما كانش عندنا مجلس نواب ساعتها، وقرر من مجلس الدوله قرار جمهوري بتفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد. ولكن هناك بعض الناس اللي بتلف حوالين المواصفات عشان يوجد منتج يجيب منتج مستورد، انما التشريعات يعني في استفاده اكيد بقى. طبعا كده عشان طبعًا. في استفاده وهناك شخصية. شكاوي وفي كثير. ما هو ده اللي انا كنت بساله لحضرتك اما بقول لحضرتك السوق جاهز لكده ولا لا، لانه الناس اللي بتعمل في مجال الصناعه بشكل عام اعتادت لسنوات طويله انها بتستورد وعارفه بتستورد منين وعارفه السعر ايه وعارفه بتستورد ازاي. لا ده في حاجه اكتر حضرتك. ايه؟ انا بتكلم على الحكومه والقطاع العام. الحكومه يعني المفروض انها تستخدم المنتج المحلي وعندهم اوامر بكده.
وهذه الأوامر على فكرة طول عمرها موجودة، يعني في قرارات وزارية من زمان الاعتماد على المنتج المحلي في كل حاجة. مش كده وبس، ده يقول لك لو زاد سعره 15% خد المنتج المحلي. ده موجود قرارات بحمي الصناعة بتاعتي، لغاية ما جه الرئيس وحطت لهم قرار جمهوري بتفضيل المنتج المحلي طبعا، بس المهم الجودة بشكل. ده في قرار تاني أجمل بقى، إيه هو؟ إن أي مشروع يتم تنفيذه في مصر يكون نسبة المنتج المحلي فيه 40%. يعني لما بنعمل مشروعات بالمليارات، الناس المشروعات القومية، المشروعات القومية في أي مجال. ده جه قرار برضو، قرار تاني في نفس القرار ده على فكرة، إن أي مشروع قومي يبقى نسبة المنتج المحلي فيه 40%، نسبة معاونة المنتج المحلي فيه 40%. في تشريعات أكتر من كده، الناس بقى بتلف. يعني مثلا يجي مثلا اتوبيس مثلا، يقول بقى حجم الشنطة مش عارف كذا في كذا، يقوم يحط فيها زيادة مش عارف ايه حجم هو صحيح في ناس تنبهت للقصة عشان يخلي ان المواصفات المالية مختلفة. شوف حضرتك يعني وصل لفين، لان المنتج المحلي بيحاول بقدر الامكان يبقى زي السعر مش زياده 15%، هو بيسمح يكون يبقى زياده 15%. طب وهنا هنبقى محتاجين دور رقابي اكتر مثلا. بالظبط، في دور رقابي، والناس بتشتكي الحقيقه، وبدا يبقى في بعض ناس متنبهه لهذا الموضوع. انما التشريعات موجوده، انا مش حاجه اقول لك لا احنا محتاجين، لا التشريعات موجوده بس تطبق، اهم حاجه انها تطبق. طيب لان احنا بنتكلم على الصناعه وعلى منتج محلي كان مهمل في السابق، ويعني بصدد خطه قوميه كبيره، الصناعات الهندسيه اكيد كل قطاع مدى التطور والدفع بالتنفيذ بياخد خطوات بعينها مختلفه عن قطاع اخر. قطاع الهندسي على سبيل المثال قدر ان هو يحقق ايه؟ ما مدى كان اعتماده على المنتج غير المحلي، وازاي ممكن دلوقتي يعتمد على المنتجات المحليه؟ هو من حسن الحظ يعني، او احنا الصناعات المغذيه دي بتخش في كل حاجه. لان الصناعات يعني مباني، دكتور جمال بيقول احنا معتمدين على الصناعات المغذيه، الصناعات الهندسيه. الصناعات الهندسيه دي اصلها انت عارف حضرتك، الصناعات الهندسيه فيها 11 شعبه، كل شعبه بتمس يعني الادوات المنزليه دي صناعه هندسيه. ايوه السيارات طبعا، والصناعات المغذيه للسيارات، يعني هم 11 شعبه. فاحنا عندنا هذه الشعب الحقيقه بتتميز انها ممكن تدخل في يعني الصناعات الطبيه مثلا، دي من ضمن الشعب بتاعتنا. دي متقدمة جدا وفعلا بينتجوا منتج رائع، وبيخشوا في المستشفيات وبيخشوا، ده على سبيل المثال مش الحصر يعني. فهذه الصناعة، الصناعات الهندسية بدأت يعني تقتحم مجالات كتير جدا، وتثبت انها وتبقى جديرة. يعني صناعات الأجهزة المنزلية ده وصلت في بعض الأجهزة إلى يمكن أكتر من 80% من نسبة المنتج المحلي. وأنا شفت مصانع يعني مش 40، احنا كنا بنقول 40 يعتبر منتج محلي. ده في منتج معين بس أنا مش عايز أعلم حاجة، لا يعني ما تقولش اسمه. منتج معين في جهاز معين أنا شفت البتاع 90%، بس هو منتج واحد عندهم 90%، ولذلك هم بيصدروا بحجم معقول جدا. الصناعات الأجهزة المنزلية شاطرين عن صناعات السيارات ده قوي يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا جدا النهاردة في من القاهرة. الشكر دايما بيكون موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة اليومية. بعد الفاصل هترككم مع زميلي أحمد نجيب وقراءة في صحافة الغد. إلى اللقاء.